في آخر الأخبار، تدشين فعاليات يوم الحوت. تحتفي الديار كافي يوم الجمعة 17 يناير يوم الذكرى السنوية للرحيل الأسطورة محمود عبد العزيز في إطار تدشين فعاليات عالم الحوت. للمزيد من التفاصيل عبر الهاتف سيكون معنا الأستاذ الشاعر أمين محمد طاهر، الشاعر والكاتب، وكذلك هو في ذات التوقيت خال فنان محمود عبد العزيز. أستاذ أمين، مساء الخير عليك وأهلا بك عبر 24 جراد. مساء الخير أستاذ أبي، أهلا بك وكل العاملين. في بداية الخبر، في إطار تدشين فعاليات عالم الحوت، في كل عام بالتأكيد بيتدافع كل محبي الفن السوداني على يعني إحياء ذكرى محمود عبد العزيز التي هي باقية ومستمرة في كل الأيام في تفاصيل المجتمع السوداني، لكن كلمنا عن عالم الحوت في هذا العام. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. عالم الحوت هو مشروع قومي معني للشباب الحواتة، نحن بنسميهم الحواتة، اللي هم معجبي ومريدي ومحبي الراحل المقيم الفنان الأسطوري محمود عبد العزيز. محمود عبد العزيز حياته كانت بترتكز على ثلاثة محاور، اللي هي الفن والثقافة وأعمال الخير. فنحن آثرنا في مشروع عالم الحوت إنه يشتغل على الثلاثة محاور دي ويهتم برعاية المبدعين في الثلاثة مجالات دي، ويهتم بشريحة الأطفال، لأنه محمود بدت موهبته هو عمره 8 سنوات. فنحن آثرنا في هذا المشروع إنه نهتم بشرائح المبدعين من الأطفال ونوفر لهم مواقع يتدرب فيها، ونوفر لهم مدربين، ونوفر لهم كل مقومات النجاح اللي بتخلي المبدع يستمر، ونوفر له بيئة عمل يعني تساعده في انه يتطور وانه ينمي مواهبه ويلقى جهة ما ترعاه. دي باختصار فكرة عالم الحوت. نعم استاذ امين، كمان يعني يا ريت لو كلمتنا وكلمت كل المشاهدين الان عن تفاصيل اليوم المفتوح في احياء ذكرى الراحل المقيم الاسطوره محمود عبد العزيز. طيب، السنه دي اثرنا انه اليوم المفتوح يكون بطريقه محمود عبد العزيز. محمود عبد العزيز عليه رحمه الله كان بيته مفتوح 24 ساعه لكل المعجبين والمريدين والمهتمين والمحتاجين. فنحن يوم غدا ده ان شاء الله حنفتح باب الديار، والديار دي اسمها، لانه محمود قال شاق البلود كايس الديار كان القى في عينيك وطن. فنحن في الديار اللي هي وطن لابداع وفن محمود عبد العزيز، حنفتح ابوابنا من الصباح ونكرم كل الضيوف اللي جايين لنا في شكل رحله، لما عزومه، المهم الديار مفتوحه لكل الناس انهم يتواجدوا من الصباح لحد الساعه 6 مساء عشان يواصلوا الفعاليه الرئيسيه في استاد الخرطوم باذن الله. نعم استاذ امين، يعني في كل عام مناسبه سنويه هي احياء ذكرى الفنان الراحل محمود عبد العزيز، لكن السؤال اللي بيتبادر الى ذهن جميع الناس الان، محمود عبد العزيز بانتاج ضخم وبسيره فنيه كبيره جدا في تاريخ الغناء السوداني، هل حينتهي محمود عبد العزيز بمناسبه سنويه فقط، ولا حيكون في انتاج توثيقي لمسيره الراحل محمود عبد العزيز بمختلف الوسائل والطرق، ربما ممكن نستغل فيها الذكرى السنويه لوفاته في كل عام بانه يكون في انتاج بشكل مختلف يوثق لمحمود؟ ايوه، طيب بالنسبه للتوثيق لسيره ومسيره الراحل المقيم محمود عبد العزيز، انا شخصيا رصدت مسيرته الفنيه في كتاب من 3 أجزاء صدر منه الجزء الاول ذكرياتي مع الحوت، قراءة في سفر الأسطورة محمود عبد العزيز. ده وثقت لحياة محمود من ميلاده إلى رحيله وتداعيات ما بعد الرحيل. فده تم توثيقه ده بالنسبة لي ككتاب. وبصدد عمل دوكيومنتري يعني فيلم توثيقي محمود عبد العزيز في كم جهة اجتهدت إنها تعمل وما توفقنا، وفي الآن واضعين سيناريو لديكو دراما توثق وترصد مسيرة محمود عبد العزيز وأثره في الشباب وأثره في الغناء السوداني. نعم أستاذ الشاعر أمين محمد طاهر، شكرا جزيلا لك، وبنشكرك ويمتد التحايا والترحاب عبرك لأسرة الراحل المقيم محمود عبد العزيز وكل محبيه ومعجبيه عبر قناة سودانية 24 و24 جراد. شكرا جزيلا.
شكرا لكم سودانية 24. إذن مشاهدينا المشوار متواصل. محمود عبد العزيز 17 يناير الذكرى السنوية للراحل المقيم، نتمنى أنه يكون في إنتاج توثيقي ضخم يوازي سيرة ومسيرة الفنان الكبير محمود عبد العزيز. وكذلك 17 يناير هو تاريخ حزين للشعب السوداني أيضا، قبل 24 عام رحيل الفنان المقيم كذلك مصطفى سيد أحمد. نتابع تقرير عن محمود عبد العزيز في ختام مشوار أخبار المشاهير. ما بين العامين 1967 و 2013 46 عاما بحساب الزمان يمكن عدها، ولكن بحساب أنها عمر الفنان الأسطورة محمود عبد العزيز نحتاج إلى مقاييس من نوع آخر. قريب قريب خلاص نبدأ بحر زراف نزور ونشور هالدين كاللطا احتضن حي المزاد العريق في الخرطوم بحري طفولته ومراحل صباه في بيت الأسرة الكبير، منذ أن كان يدندن بما يدندن به أقرانه وهم في آخر مراحل الطفولة انتبه النابهون لشيء غير عادي في الصوت والإحساس. أكد ذلك إعجاب الرئيس السوداني الأسبق المشير جعفر نميري الذي قلده وشاحا في عام 1975 أثناء مشاركته في حفل الكشافة البحرية، وقتها عرف أن قدره التميز في الفن. مركز شباب بحري كان نقطة انطلاقه مع الاحتراف لرحلة فنية طويلة امتدت لأكثر من 25 عاما قدم فيها الكثير من الأعمال الفنية والألبومات. محمود إلى جانب نبوغه في دنيا الغناء تعرض كذلك إلى امتحانات عصيبة كان في كل مرة يتجاوزها بإنتاج مدهش. الفنان الذي ظل شاي الجراح لم تشغله عن هموم الناس وجراحاتهم فطبطبها لهم بما تشيلهم، ويرسم من غنائه لهم صورا من حنين خوف الوجع. وما ساب البلد إلا لرحلة علاج، فقد كان غناءه لبلده دائما برتاح لك، حتى كان يوم الخميس الموافق 17 من يناير في عام 2013 حينما سكت الرباب فقد مات الحوت. أمشي بكين بين المغارب والمساء سكت الرباب. سبعة أعوام عجاف على رحيل الجان، وإن احتوى جسده قبر صغير في مقابر الصباب ببحري فإنه ما زال يعيش بكامل الطلاقة بين الناس، ولا يمنع هذا من أن يستعر لهيب الشوق عند محبيه ومعجبيه وهم الغالبية. الوداع وداع